بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ينبع البحر، وباعثها المستمع لافي عواد شتوي الجهني. الأخ لافي عرضنا جمعا كبيرا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له قضية واحدة يقول فيها: فضيلة الشيخ، بعض النساء هداهن الله إذا تزوج عليها زوجها يحصل منها أمور، فربما طلبت الطلاق وخاصمت الزوج وحدثت العداوة بينها وبين ضرتها، ويمتد في بعض الناس إلى طول الحياة الزوجية، وربما تمنى كل منهما التخلص من الثانية. هل هذا الأمر يعد من نقص في حقوق الزوج؟ وهل عليها إثم؟ نريد كلمة توجيهية ونصح في هذه القضية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أباح الله للمسلم تعدد الزوجات إلى أربع. قال تعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى لمصالح عظيمة وحكم بالغة، ومصالحه للمسلمين لا تخفى، صالحه للزوجين صالح كثيرة لا تخفى على المتأمل في أسرار التشريع ووقائع الأحوال. الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه وأمره، لا يشرع شيئا إلا وفيه مصالح للعباد، ولا يمنع من شيء إلا وفيه مضار على العباد. ومن جملة التشريع الذي فيه المصالح العظيمة تعدد الزوجات للرجال والنساء، بل قد يكون مصلحته للنساء أكثر، لئلا تتعطل النساء وتتأيم ويحصل عليها ضرر عظيم من العنوسة وعدم وجود الأزواج والأسرة الصالحة والإنفاق والقيام بحقوق الزوجة. يحصل بترك التعدد مضار كثيرة. لو قصر كل رجل على امرأة واحدة، ومعروف أن النساء الغالب أكثر من الرجال في المجتمعات، لتعطل كثير من النساء. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات، إلا أنه يجب على الزوج الذي عنده أكثر من زوجة أن يتقي الله وأن يعدل بينهن بما أوجب الله العدل فيه من المبيت والكسوة والسكنة والنفقة، وكذلك لا يميل إلى إحداهن دون الأخرى. قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يجب عليه العدل. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. المراد بذلك العدل الذي يستطيعه الإنسان، وهو ما ذكرنا. ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، إذا تزوج زوجها بامرأة أخرى أن تعتبر هذا من حقوقه ومن ما أباح الله له، وعليها أن تطالب بحقوقها. إذا كان ينقصها شيئا من حقوقها فإنها تطالب بحقوقها، أما إذا كان قد وفى بما عليه فليس لها أن تكدر عليه وأن تضيق عليه، لأن هذا من حقوقه التي أباحها الله له وشرعها الله له، فليس لها اعتراض عليه. وإذا عارضت في ذلك وكدرت في ذلك من غير سبب فإنها تكون ظالمة وتكون معتدية.
فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وإن كانت عندها غيرة ومنافسة هذا شيء طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى بالنسبة، لكن لا يحملها ذلك على الاعتداء وعلى الظلم وعلى مضايقة الزوج بغير حق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول أبو لافي يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم ترتيب قراءة القرآن في الصلاة، هل لا بد أن يكون مرتبا أو لا مانع من أن يقرأ من جزء في ركعة ثم يقرأ في الركعة الثانية من جزء يسبق ذلكم الجزء؟ جزاكم الله خيرا. ترتيب الآيات واجب، لا يجوز تنكيس الآيات وقراءة آية قبل التي قبلها، بل يجب ترتيب الآيات كما هي في المصحف، لأن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رتب الآيات على هذا الترتيب، فلا تجوز مخالفته. فتنكيس الآيات محرم وترتيبها واجب، لأنه ثبت بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أما قراءة سورة قبل السورة التي قبلها فهذا الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن تقرأ السور مرتبة، ولكن لو قرأ هذه قبل هذه جاز هذا، لأن ترتيب السور كما يقول أهل العلم ثبت باجتهاد الصحابة لا بالنص، ولكن الأفضل الترتيب، الأفضل ترتيب السور كما هي في المصحف. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، الترتيب بين الآيات واجب لأنه ثبت بالنص ولا تجوز مخالفته. وأما ترتيب السور فالأفضل الالتزام به، ويجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضيته الثانية التي يعرضها أبو لافي من المنطقة الشرقية يقول إن له أخ شقيق لكنه شقي كما يصفه، فهو لا يستمر في أداء الصلوات ويعق والديه ولا يصل الأرحام، وحاول هدايته لكنه لم يستطع، وقد فعل أن أهدى إليه أشرطة وبعض الكتب ولكنه لم يستفد منها، ويسأل هل يقاطعه أم يستمر على مناصحته؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله له لنا وله الهداية. لا شك أن هذه جرائم وكبائر يرتكبها هذا الشخص المذكور، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره قبل أن يفوت عليه الأوان ويحال بينه وبين التوبة. وأما أنت أيها السائل فأنت محسن، وجزاك الله خيرا على اهتمامك بشأن أخيك ومناصحته، فعليك بالاستمرار في المناصحة، لعل الله أن يهديه ويكون لك في ذلك الأجر، وأنت مأجور على كل حال، إن اهتدى فلك في ذلك أجر عظيم، وإن لم يهتدي فقد أديت الواجب وأبرأت ذمتك. وأما الهجر فهذا فيه تفصيل، إذا كان الهجر يؤثر عليه ويرجى أن يتوب بسببه فإن الهجر مشروع في هذه الحالة، أما إذا كان الهجر لا يؤثر عليه بل ربما يزيده تماديا في المعصية فلا تهجره، ولكن واصل معه النصيحة والمواصلة لعل الله أن يهديه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجهر الشخص الذي يصلي وحده في صلاة جهرية أم هو مخير بين الجهر أو السر؟ جزاكم الله خيرا. الذي يصلي صلاة جهرية يستحب له الجهر كصلاة الليل، صلاة الليل جهرية فالجهر فيها مستحب، وإذا أسر فيها جاز. صلاة النهار سرية يستحب فيها الإسرار ولو جهر فيها جاز ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة أو إحدى الأخوات، المهمة الأسئلة، تقول هل يجوز للمرأة استخدام رخصة التيمم أو الجمع بين الصلوات في بعض الحالات التي تتواجد فيها في مكان يوجد فيه ماء ولكنه ليس في بيتها ويوجد في ذلك المكان رجال، ويتعذر عليها الوضوء لكل صلاة لكونها مريضة ولا تستطيع الاحتفاظ بالوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الوضوء مع وجود الماء واجب ولا تصح صلاة بدونه، وهذه المرأة عليها أن تعمل الاحتياط لها بأن توجد مكانا للوضوء
الوضوء تستتر به عن الرجال، أو تطلب ممن يعمل لها مكان يسترها ولو مؤقتا، فيجب عليها إما أن تتوضأ في بيتها وإما أن تحاول إيجاد مكان مستور ولو بساتر مؤقت تتوضأ فيه، أو تطلب من النساء الموجودات معها أن تسترها وقت الوضوء بثوب تمده حولها تسترها به. المهم لا بد من الوضوء مهما أمكن ذلك. فإذا لم يمكن ذلك فإنها تتوضأ إذا ذهبت إلى بيتها، تتوضأ تؤخر الصلاة عن أول وقتها، تؤخرها عن أول وقتها، فإذا ذهبت إلى بيتها ولو في آخر الوقت فإنها تتوضأ وتصلي. أما التيمم فإنه لا يجوز مع وجود الماء وهي قريبة من بيتها وقادرة على الوضوء وعمل الستر، هذا لا يبيح لها التيمم. الله جل وعلا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فرتب التيمم على عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء وتمكن من استعماله لم يجز له التيمم. وهذه واجدة للماء ويمكنها استعماله إذا بذلت الأسباب لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حالتها المرضية التي تذكرها شيخ صالح، هذه لا تمنع المال، لم تذكر أن المرض يمنعها من الوضوء، لو كان المرض يمنعها من الوضوء تيممت. طيب. لكن هي لم تذكر أن هذا المرض يمنعها من الوضوء، وإنما الذي يمنعها تقول وجودها في مكان غير مستور وفيه رجال، هي تعمل الوسائل التي تستطيع بها الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس في رمضان يكون إفطارهم على غروب بالشمس قبل الأذان، فهل هذا صحيح؟ إذا غربت الشمس في الأفق وأقبل الليل من المشرق جاز الإفطار ولو لم يؤذن، إلا أن انتظار الأذان فيه تأكد، فيه زيادة تأكد من غروب الشمس. لكن لو تحقق الغروب وأفطر على ذلك فلا بأس ولو لم يؤذن. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. المدار على تحقق غروب الشمس، وإنما الأذان علامة على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع أحمد محمد علي، يسأل ويقول: عندنا خطيب في مسجدنا يخطب الخطبة الأولى ولما تنتهي يجلس، ثم ينهض في الخطبة الثانية ويقرأ في أوراقه قليلا، ثم يقول لجميع المصلين: قولوا معي تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، والمصلون جميعا يرددون هذا الدعاء. هل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز وهو بدعة، أن يقول للمصلين توبوا إلى الله ثم يرددون معه ذلك، هذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من المسلمين عامله. ولكن يحث المسلمين على التوبة ويقول: أيها المسلمون توبوا إلى الله استغفروه، ويحثهم على التوبة والاستغفار وعمل الصالحات ترك المعاصي، بدون أن يقول لهم قولوا كذا افعلوا كذا ثم هم يجاوبونه ويرددون معه، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ويجب نهيه عن ذلك، فإن لم يمتنع فإنه يمنع من الخطابة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الحميد أحمد عبد الحميد من سلطنة عمان بعث يسأل ويقول: قرأت كثيرا عن قصر الصلاة وعن المسافة التي تبيح للرجل أن يقصر الصلاة أو للمرأة، لكني احترت بأي قول آخذ، وجهوني إلى القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: قرأت كثيرا عن قصر الصلاة وحينئذ أخذتني الحيرة، بأي قول آخذ، وجهوني إلى القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. قصر الصلاة رخصة في السفر، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة المطردة أنه ما ترك القصر في سفر من أسفاره، بل كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة من حين يخرج إلى أن يرجع من سفره. فقصر الصلاة رخصة في السفر، ولكن لا بد من تحقق السفر، وذلك ببلوغ المسافة التي
تقصر فيها الصلاة، وهي يومان قاصيان للراحلة، وهي بالكيلوات المعروفة الآن 80 كيلو تقريبا، يعني ما يبلغ مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو، فيكون مجموع المرحلتين 80 كيلو تقريبا. فإذا كانت المسافة تمتد إلى هذا المقدار شرع قصر الصلاة، وإن كانت المسافة دون هذا المقدار فإنها لا تقصر الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. اشترط صلى الله عليه وسلم المحرم للسفر الذي يبلغ يومين، فدل على أن ما بلغ اليومين يسمى سفرا لا بد من اتخاذ المحرم فيه للمرأة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول: قدمت إلى المملكة في عام 1413 وذلك في آخر يوم من رمضان، وقمت بعون من الله بأداء العمرة في ذلك اليوم، وأمسيت في المسجد الحرام، وقمت في الصباح وذلك يوم العيد بأداء العمرة تطوعا بعد الإحرام من التنعيم، ثم ذهبت إلى جدة. وعندما قدم الحج ذهبت لأداء فريضة الحج ناويا الإفراد، والحمد لله إلا أنني لم أطف طواف الوداع. هل بذلك دخلت في حكم المتمتع بسبب أداء العمرة تطوعا في يوم العيد؟ وماذا أفعل لو كان الأمر كذلك؟ وماذا علي من عدم طواف الوداع؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تعتبر متمتعا لأنك جمعت بين عمرة وحج في عام واحد، والعمرة أديتها في يوم العيد يعني في أول شوال. فمن أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج بعدها من عامه صار متمتعا، يجب عليه دم التمتع إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه فإنه يصوم 10 أيام. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وأما تركك لطواف الوداع عند السفر فهذا يجب فيه فدية، وهي ذبح شاة في مكة، تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا، لأنها كفارة وجبران عن ترك واجب. فإن لم تقدر على الذبح لحالتك المادية فإنك تصوم 10 أيام بدل الذبح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: هل يجوز أداء فريضة الحج عن أحد الوالدين مثلا في وقت واحد، يعني في عام واحد، مع أنني لم أفعل ذلك لكنني أسأل؟ الحج لا يكون إلا عن شخص واحد، الحج بالنيابة لا يكون إلا عن شخص واحد، فتحج عن والدتك أولا، ثم تحج العام القادم أو الذي بعدها أو متى تيسر عن والدك، تقدم الوالدة لآكدية حقها. نعم. والدي موظف والحال والحمد لله لا يساعده على أداء الفريضة، وذلك من ناحية المادة المالية، هل يجوز أن أقوم بأداء الفريضة عنه؟ إذا لم يكن عنده ما يستطيع الحج به من المال فإنه لا يجب عليه حج. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان لا يستطيع الحج من الناحية المالية فليس عليه حج، ولم يجب عليه حج حتى تنوب عنه. لكن لو استطاع وكان عنده مال فلا تجوز لك النيابة عنه في حج الفريضة، بل يجب عليه أن يحج هو ويباشر الحج بنفسه، إلا إذا أيس من قدرته على الحج بدنيا، كأن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع معه الحج، أو شيخا هرما من الكبر لا يستطيع الحج بنفسه، فلا بأس أن تنوب عنه. بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن والده أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. فإذا قدر الإنسان ماديا ماليا على الحج ولم يقدر بدنيا، وكان هذا العج مستمرا لا يرجى زواله، فإنه يناب عنه في الحج. أما إذا كان يرجى زوال هذا المانع فإنه ينتظر إلى أن يزول ويباشر الحج بنفسه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
مستمع من المدينة المنورة يقول سهيل عبد الله محمد يسأل ويقول: ما حكم من لحق صلاة الجمعة قبل التسليمة بقليل؟ هل يعتبر مدركا للجمعة أو لا؟ لا يعتبر مدركا للجمعة إلا من أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإن من جاء بعد ذلك فإنه يدخل معه بنية الظهر. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.